الكلمة كنا شات فوق السبوعة الإنسان هذه صاحبي. اللي كتفرجوا فيها كنت تفرجوا فيها وتعملوا جيم تعملوا أبو أوه ما أجي نشوف أنا تجي أجي نشوف أنا هذه هذه كلمة زوينة. كل فامي جيسبر تكونوا مزيانين وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. المهم هاد لا فيديو اللي دابا كتشوفوها هي هادي اللي كنعملها المونتاج. جيت نوضح لكم هاد لا فيديو شنو هي وباش تعرفوا شنو واقع. الوغ بالنسبه ليلي انا كنت ديجا ملي كنت كنقرا في اي اتش تي كنت صورت واحد لا فيديو اللي كنضحك فيها دوزت النهار كامل مع بنتي زعما هي اللي غتشوفوها هنايا في هذا الفلوغ. اي او ميم طون وريتكم ليكول كيفاش عامله لي زامي ديالي وداكشي كامل. اي ابري وريتكم ليكسبيريونس ديالي هي اللي كتشوفوا دابا راه غتشوفوها في النص ديال الفيديو. دونك نص الفيديو الاول غيكون داير في اي اتش تي في ليكول اللي كنت كنقرا فيها. النص الفيديو الاخر غادي يكون كيهضر على ليكسبيريونس ديالي في ستاج يعني ستاج خدمه ديالي في الصيف وهو اللي غتشوفوه. كنتمنى زعما تفرجوا لا فيديو كامله واخا هي طويله ولكن لقيت هاد لي فيديو عندي في بس ديالي وقلت علاش ما نبارطاجيهمش معكم. اي فريمون كانوا دي فيديو مزيونين بزاف غير ما كتبش باش ننزلهم ودابا عاد كتب. صراحه من احسن لي زيكسبيريونس اللي دوزت في حياتي هما هادو فريمون. ما عرفت ما نقول ولكن دابا كنشوفهم بواحد الاشتياق بواحد الوحشه وباغا غير فويخ نرجع زعما نعيش نفس ليكسبيريونس. فريمون الا تفرجتوا في لا فيديو والله ما غادي تندموا حيت انا كنت عرفت وكنستمتع وانا كنتفرج. الا قلت لكم ان دابا لا فيديو عملت له المونتاج وعاودت جي جوج المرات وحق الله دابا ساعات وانا جالسه قدام البيسي وكنتفرج. والله الا ارتحت بزاف ملي شفت هاد لا فيديو ما عرفت نقول لكم ولكن فريمون عرفتو بزاف بزاف والله هاد لي فيديو بزاف غيبقاو ذكرى في حياتي. بالنسبه للمونتاج راه غير عملتو فيت في هاد الليله بحكم ان لا فيديو طويله دونك الا لقيتو شي فوت غمضوا عينكم عليها. بالنسبه لشني اسمه بالنسبه لكيفاش كنهضر وداك الشيء ولا كيفاش عامله راه كنت باقا صغيره عفويه كنهضر وكنصور دي فيديو عفويين. الا لاحظتوا بارطاجيت معكم حتى وانا خدامه المومون اللي انا خدامه فيه انا خرجت من الخدمه يعني كل نهار وبنهارو. الفلوغ فيه بزاف ديال النهارات فيه بزاف ديال لي بيريود لا بيريود ديال القرايه اي لا بيريود ديال الستاج حتى هي. هادشي اللي كان والله عرفت فرحانه بزاف انني كنتفرج في هاد لي فيديو. بالنسبه ليكول توحشت صحابي توحشت الناس كاملين اللي كانوا كيقراو معايا. الا كنتو كتفرجوا في هاد لا فيديو كنقول لكم بلي توحشتكم بزاف بزاف وما كرهتش نولي نتجمعوا زعما فحال الاول ونخرجوا ونضحكوا وداكشي. كنقول لكم اما بالنسبه لهاد لا فيديو الناس اللي بانوا فيها هما غير الناس اللي عندي عزازين بزاف واللي غاليين على قلبي وهما اللي بانوا في هاد لا فيديو. بالنسبه للفستاج كانت معايا نبيله صاحبتي غادي تلاحظوا انها ما كانتش كتبان ولكن بالصوت ديالها هو اللي كان مسموع. هي ما قدرتش زعما تبان ولكن فريمون كانت كتعاوني هي اللي كانت كتصورني بزاف ديال الحاجات. صافي شفتوني كنهضر بواحد اللهف وواحد الاشتياق
سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن فريمون كنبارطاجي معاكم دي مومون اللي هما ما عرفتي زعما شي حاجه اللي مزيونين عيشتهم في حياتي، اي كنبارطاجيهم معاكم. اي كنتمنى ان شاء الله يعجبكم حسن نتوما. اي الا عجبكم ما تنساوش تعملوا جيم وتخليوا لي في كومونتير كيفاش جاتكم، جاوكم لي زيكسبيريونس ديالي بلوتو، حيت فريمون انا والله الا توحشتهم. يلا نخليكم على فيديو تفرجوا له. صباح الخير. صباح الخير من اي تي اش تي. هيا سميتها امنيه. هيا نعم. Bonjour. Bonjour. Ah, papa. Ha. مزيت نشوف حبيبه ديالي فقط من النعاس نمشي نوكلها. ديري لهم سياي سياي. يلا نشوفو. عمو اشرف قريتي انت بقاتي بنتك تقرا. نقرا انا وبنتي. أمرد أحمد مسيو طارق بغى يسلم عليكم. طارق شد ولدك. سرقوا لي ولدي. تراوي مع الفلوق الزين ديالي هذاك الرجل اللي مزاغيني كتقولها في الفلوق الثاني كيهددني باش ما نحطوش. المهم تهدي اجي هاك. سلام. الحمد لله. وتينا الحمد لله. المهم عند خلي دابا نقراو حنا وبنتنا. قطعها من البر عندها سيمانة. مول الزيتونه فين مشاو خوتنا؟ هيا خونا فين مشاو خوتنا اللي كيقراو معانا؟ ويلا نمشيو حتى حنا ما نخرجو من الجماعه من الشياطين. يلا سي والله الا بوكوز افرتوتا اي حوتا مول الزيتونه هيا خونا. او نوتش بازمار وما يموش ما قريناش ما عرفتش اش عندكم دابا شافوني كان فلوغ عاد بقاو كيأديوني زعما. امبارح شفت السنابات ولكن شي بنات كتحرقني. شفتيهم عندهم كاملين؟ عند سلمى. دونك
ها هو كامل ايماجين دونك غنمشي نوكل بنتي والله الا قاري فيها الجاع نمشي نوكلها امنيه نوكلها امنيه كنت ندخلها للقسم معايا حيت بقات كتبكي بزاف ما قدرتش بشوية خلتها بشوية فيها الجبل انا هذه كيكون فيها بيبي يا ما رديتش البال هو دابا راه ما دابا نمشي نبدل ينقصوا لك الموقف باتي سناء كتصايب لي مسكينه هي توتا بشوية ما يعرفني فهمت فلفل بالسلسي زيدي شنو اخر هذه عندك ما قلت لك شفتي باخر تسري لا سيري لاك شفتي انا تسخن شنو اخر ما تاكليش معايا اسد لا ما كنصح عندك سيري لاك لهادي واش مسيو من واش مسي ما عندك سيري لاك قال كيقرا معانا مختل عقليا بس حنا نوليو مختلين عقليين بحالها تعادوا أكيد ولدي أنا ولدك أبو هجا شري ليها ما تأكل أنا تشباب شوية قاعدت عندي شباب ديان النقص ديالي ومشا شبحانا شنو هنديرو معها؟ لا أستك والله؟ لا ولدها والله تشبراته شبراته هو العيبة هذا النقصي ولا لا أختي تنظر تعرف النقصي والله تنظر النقصي أنت لي النقصة ضرب نيتها هذا سميتو جاكوب ما سميتهاش لياقوت ولا شي سميتها هذه راه امنيه سميتو جاكوب ديالي واش هاد الاخت حمقى نتلاقاو في المحكمه وعطيني النفقه هذا الزوج ديالي كنخدم بكم الزوج شفتي واش شفتي اختي صغيره اختي صغيره اخت راه عندها عليا تكمل 20 عام في الحياه بيبي هضر معاها هذا صافي دابا وكلناها وبدلناها اختي العرق ديالي كيبان انت كلك كتبان مدير واحد الجاع ما يمكنش نزوم عليها لا ما نشوف جابوا لي كادو عاد لي مصباح بمناسبة الولود شنو كيقولوا زيادة الولود باينة مستعملة بزاف عليك هادي راه المكانة ديالي داروا لي فيها تصويرتي كيزك حتى شنو هما أنس قالت مورانا طبعا بنتي نعسة الهدوء الكامل حدايا حتى واحد باش بنتي تنعس واحد الاخت حمقى ما جاتش اجي اختي حدايا اجي حدايا ديال الجلبه الحمير اجي حدايا نزل هذاك من هنا لا قلت حدايا تنامي 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 مون امي تنامي تنامي الاخت في موسكو الاحوال الجويه عندها البحر هائل ما قال لا يا جد شو الطوله شوف شو ما شطوا شحال طويل شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اطول العملاقه ديال المدرسه سلمت البلديه سلمت البلديه والله الا بالحق الله يعطيك الصحه دير هذاك بوطو وراسي كيفاش دير هذاك الكره ديال البوره اللي في راسها ديك الدغمه ديال تقبي ديك شوف الكاميرا ديك الدغمه هاك شوف دابا ها هو سي سي مدن لا فامي ديال لا مش بصيها امين
زروحه هنايا زروحه Bonjour les éléphants. Ne touche pas. أكلوا هالبنان ما بتعمل كيف ياكلوا صافي صحتنا الدوليه على بنتي سميتو كيلعبوا بها وهي يلاه واكله كانت تقيه شنو ان شاء الله فوقاش الاسبوع فويخ نديروه فوق ما بغيتي شفتي لما سي هذا هو الاستاذ ديالنا الكبير جا مشي العقل اجي الاستاذ تفضل معنا نعطيك الكلمه ديالك رجعي دابا دير السبوع وما شنو حنا بغات دير فيها الكلمة قلنا فوق الصباح الانسان هذه اللي كتفرجوا فيها خصكم تفرجوا فيها وتعملوا الجيم تعملوا ابا اوه اجي نشوف انا هذه كلمة زوينة نتبع لها الفيديوز ومابوني في لاشين وباغي يدير معايا تشالنج هذا انا كومبوزيشن عليها ان شاء الله لا هو اللي مازال ما جاوبشينيش لا ان شاء الله حيت راك كتكذبي وتنسي الاعراضة ديال الكافي ويلي صافي عرفت من هذا المنبر غنعرض عليه ونصوره صافي نصوره فيديو هاي سلام وخرجنا نسترفع ياك الدراري هادو واحد المتشردين جوج كار كنسلم على بابا وماما وعائلتي كامل كنسلم ديديكاس لكاع الاخوان ديالي اللي كيعرفوني سمسم موضوع مازال ما ندخلوش دابا بلاتي صافي دابا امي ما كنديرش ديري فلوغ وغادي ني الاخ بلاتي هذا الجي بي اس للمدرسه يورينا المدرسه استنى بغيتي تقصدي انا كنبان نير خلعتي لي لا فا هاد جوج كيجيو من المطاعم كتجيو بدا هادي الشجره هادي ابتسام
شني اقول هذا طارق نصور الجمال لا باقي حرام اللي كنصور هذا الجمال تمام خصني نبات الفازه هذه كتجي المدام موطال كيش ديلها في العينين ابي انا كديلها في العينين مالها تحرم ديك كتفرج فينا مساخات طوالت ديال الدراري طوالت ديال الدراري كيقطعوا الشجر بقى فيا الشجر فوالا زيدو زيدو كملوا صافي هادوك راه هما جالسين كي القسم كاع ما شفتو لا لا انا معاهم انا جوكر ديالي يعني. مره كنقرا في الريس مره كنقرا بي تي اس شوفوا بي تي اس يلا واخا تدخل قبل ما تدخل واش عندك سينا مزروبه فين بعد اطلع مشينا جلسنا شي شويه وراها ولينا دخلنا للكور دابا عندنا كور نقرا مع هاد الاخوان مدام خاطر انا مدام ولا ما كاينش شكون اللي عقل لا 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 عقل سميتها عقل سميتها خرجنا من الكور دابا ياك خرجنا من الكور ياك خرجنا سوا من الكور سلامة شحال بغيتي تشري من عندي الحياة ديالي انا شحال بغيتي درهم شحال تشري من عندي الحياة ديالي حتى الكلاوي كنبيعهم 385 مليون شري هذه غير هذه غير اللي في ليمن والاخرى كنبيعها ب 400 ماشي ما فهمتش الفلوس ماشي الفلوس ماشي بالفهم ديال الفلوس ما تعطيش الاخر ما عرفتش نقول شوف صباح الخير عليكم اول نهار في الصيف واول فلوغ المهم الطريقه ديال الفلوغ مختلفه اليوم حتى البلاصه وحتى فين غنمشي وشنو غندير حتى هي مختلفه اليوم دونك تبعوا معايا الفلوغ باش تشوفوا شنو غندير المهم صايبت ميكاب ميكاب خفيف اللي هو ميكاب يومي اللي كنت عملته ديك مره كتشوفوا التوني مبدل
دونك لابسه تيشيرت ابيض وسروال كريمي ومازال ما لبستش السباد غير قبيحه. ودابا نمشي احنا في البيسيار ودابا غادي نمشي نهز شي حاجات ونهبطوا للبلاصه اللي انا مشاله. بقوا معايا باش تعرفوا فين انا. هاي ها انا رجعت. المهم ها فين انا، هذه هي البلاصه. و دابا حنا هابطين. المهم ما نطولش عليكم بزاف باش نقول لكم من دابا باش تعرفوا شنو كنعمل. انا في الخدمه والصيف دايزه لي خدمه، ستاج خدمه هو هذاك. الحمد لله دايزه مزيانه، دايزه مزيانه نبيلة كسلطان شالون دايزه مزيانه. دونك قررت انني بحكم انني ما دوزتش الصيفيه كيف ما كل عام، قررت انني هذا العام وبالضبط اليوم نصور لكم شني كيفاش مدوزه الصيف وفين وشني كنعمل. يلا ما نطولش عليكم نوريكم فين انا. اي دوز نهار مزيون ياك، اي دوز نهار عنضحكو ياك عنضحكو، اي دوز نهار مزيون ان شاء الله الله يعاون. كوكو لا فامي، فلوك جديد ونهار جديد. صراحة غبرت عليكم بزاف، عارفة راسي غبرت، توحشتكم بزاف والله إلا متصوروش شحال توحشت ندير لي فلوك، شحال توحشت نهضر معاكم قدام الكاميرا نعاود لكم شني عملت وشني واقع. المهم اليوم نهار جديد وفلوق جديد غادي يكون مختلف على لي فلوق اللي فاتوا. هاد الكلمه اللي ديما كنقولها هما زعما ديما كنقولها، وبصح فريمون غيكون فلوق جديد كيف ما هو في العنوان. المهم قلت لكم الفيديو اللي غادي يكون نهار في الخدمه ديالي، الصيف اللي ما دوزتوش بحال كاع الصيف اللي كندوز من قبل، دوزت هاد الصيف غير في الخدمه. وكومي الحمد لله تعرفت على ناس جداد، درت شي حاجات سبيسيال الحمد لله، تعلمت بزاف الحاجات، دوزت شحال من اكسبيريونس. دابا الثالث اكسبيريونس في الصيف وفي هاد الدومين. كنتمنى ان شاء الله في الايام اللي ما جاي يكونوا محسن، تكون شي حاجه محسن.
واهم حاجه كيف ما قلت لكم هي تعرفت على ناس جداد، عائله جديده، خلاو البصمه ديالهم في حياتي. يعني الناس كتشوف كتشوف باللي الدنيا كتعرفك على ناس جدادين ظريفين لا عمرها سلعه، كيدخلوا للقلب الطيبوبه ديالهم، الحمد لله. المهم ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الفلوغ وتكملوا معايا النهار ان شاء الله، ونشوفوا شنو هاد المفاجات اللي غيكونوا فيه وشنو يقدر يوقع لي بالنهار. دونك هانتوما معايا حتى الاخر. بيزو. احنا هو القصر ديال عمته الملك، مغارة هرقل. جينا نبدلو شوية ديال الجو، شحال من بحرنا بزاف، تجربة جديدة ما جينا غير أنا ونبيلة. شي وحدها يلا. شحال من دوزنا الشمس كتضرب، دونك دخلنا من هنا. هنايا كاين الغيران، دزنا من حداهم بحال هكا، خرجنا من هنا. البلاصه اللي عمنا فيها اللي صورت لكم اول مره هنا عمنا. هذا ما كاين
هنا كيصدق فيا شي كليو الخدمه فامي. دابا سالينا الخدمه كيف ما كتشوفوا، جمعنا داكشي ديالنا. صراحه واحد المنظر غزال غزال غزال، انا نوريه لكم منظر ديال الغروب. صراحه احسن حاجه هي تكون كتصبح على بحال هذا المنظر، وحسن ملي تكون ماشي بحالك تشوف اخر حاجه هي هذا المنظر. قلبك كيرتاح، كترتاح فينا نفسيا والحمد لله. المهم شنو نقول لكم، الفلوق ديالي كيكون هنا تساله، النهار ديالي كيكون هنا تساله. ما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم كيفاش داز النهار ديالي، وشنو الراي ديالكم في الفلوق اللي بقيت كندير، الطريقه كيفاش كنصور والمونتاج كيفاش وليت كنديرو. صراحه ما سخيتش بكم، نتلاقاو في فلوق جديد ان شاء الله، ويكون نهار جديد، وكنتمنى يكون فشي بلاصه زوينه عاود، ويكون المهم ان شاء الله. اخر حاجه غادي نقولها لكم قبل ما نسالي، هي كنشكر كاع الناس اللي ديما متبعيني، ديما كيخليو لي ديديكاس احلام، ديما كيخليو لي الكلام الزوين. ما عمر صراحه شي واحد انتقد شي حاجه، واخا انا محتاجه ديك الانتقادات ديالكم باش نصلح الاخطاء اللي كندير. المهم من هادشي كامل كنبغي نقول لكم شكرا بزاف، شكرا من القلب.
ولا فاني وبلوك جديد من بعد البلوك اللي فات. البلوك ديال اليوم حتى هو في الخدمة كيف ما البلوك اللي فات لبس الحوايج الخدمة، ولكن الموضوع غادي يكون مختلف. اليوم هو اخر نهار عندي في الخدمة، ما عرفتش كيفاش غيدوز، كنتمنى يكون نهار زوين. غادي نودع الناس فيه اللي دخلت حياتي وعزيز على قلبي، دونك نتوكل على الله ونشوف النهار كيفاش غيدوز. المهم الجو صباح الزين اليوم، غنوريكم صراحة والله ما سخيت، ما سخيتش بالناس اللي تعرفت عليهم، ما سخيتش بهاد البلاصة زوين وقسما بالله، سورتو الناس اللي تعرفت عليهم زعما اليوم الحرارة بزاف، اليوم الحرارة زايدة. البحر خاوي، ما نصبح الخير عليكم حسد سوما قلت لكم شي الصباح. رضا صباح الخير، كلشي مزيان؟ الحمد لله. ساقسي فيك الخير، قلت لك ساقسي فيك الخير. المهم حر غزة اليوم، وفي خبرك شي كل صافي، ما نسخش بيكم كل صافي رجع من جميع رجع صنبا مبقى والو، علاش جيت كومبلاسيون شوية ديال السكر مع شوية الزرزبان. شنو هو؟ الزرزبان. ويلي ما عرفتش شنو هو الزرزبان. خيط ما عرفتش والله ما عرفت. ويلي الزرزبان، الزرزبان خيط نصبح ويكو بويش قرب ويكو بويش قرب طعب كمتي ويش قطع كشكوجة ورزاعة تاني ندق ندق؟ ما نسخش بيكم، ما
الشمس كانت حارة اليوم و البحر اللي كان زوين واخا ما عمرناش فيه. المهم دابا لقيتونا غادي نجمعو باش نمشيو فحالنا، غادي نطلع للغيستورون فوق باش نسلم على الناس اللي كنعرف و نسلم على الناس ونودعهم باش نمشي. اخر نهار كيفما قلت لكم صراحة والله ما سخيت صافي، واخا صراحة والله ما سخيت. هذا هو الفلوق ديال اليوم، ما عرفتش صراحة شني غنكمل فيه. الا قدرت نكمل نصور شي حاجة راه غادي نصورها، ما قدرتش نصور شي حاجة دونك صافي حتى هنا غادي نتوقفوا. كنقول لكم شكرا بزاف. المهم لافامي كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على الكلام الزوين اللي كتقولوا. صراحة كنقرا كاع الكلام ديالكم، ما كنخلي حتى كومونتير او لا ميساج ما كنقراش. دونك اراكم هنا وغتبقاو ديما هنا وان شاء الله ندوزو ايامات زوينه وما حسن مع بعضياتنا. الفلوق اللي ماجي ما عرفتش فين غيكون بالضبط وشنو غندير فيه، ولكن اللي غنقول لكم هي نشوفوا فيديو جديد. باي. انا دخلت للتواليت باش نهضر على خاطري، صراحه ما سخيتش والله ما سخيت وتشرفت بالمعرفة ديالهم بزاف قسما بالله. المهم بالنسبه للناس اللي بالنسبه للناس البيرسونيل اللي كيتفرجوا في هذا لا فيديو، الا كان شي واحد من لوتيل كنبغي نقول ليه تشرفت بالمعرفة ديالكم بزاف، تشرفت بانكم كنتوا عائلتي الثانيه، دوز معكم واحد الوقيته زوينه بزاف، ضحكنا نشطنا مع بعضياتنا، كان شويه ديال الستريس شويه ديال الاعصاب وداكشي، ولكن صراحه كنتو كيف ما نقول لكم اكثر من عائلتي والله الا كنت واحد العائله الثانيه. ما قدرش نحبس بكي والله. مهم تشرفت بالمعرفه ديالكم، ضحكنا نشطنا مع بعضياتنا، فرحنا، وقعوا شي مشاكل ولكن تفتحوا من بعد المشاكل هما اللي كيزيدوا يقويوا العلاقه ديال العائله وشي حاجه بحال هكا. خديت منكم تجارب، كل واحد خديت منه شي حاجه، كل واحد عرفت كيفاش داير في الشخصيه ديالو، كل واحد واش كيتميز. ما جبرتش نقول والله ما نقدرش نوصف لكم. تشرف المعرفه ديالكم بزاف، كنقولها وكنعاودها. شني اخر علمتوني بزاف الحاجات، ما كنت كنعرف والو، جيت بديت من الزيرو في بزاف ديال الحاجات، وحتى وليت الحمد لله عندي واحد ليكسبيريونس. اول اكسبيريونس ديالي في الخدمه ودازت زوينه الصراحه، فرحانه بزاف وامام طون معصبه وفي بكيو وما سخياش. من تلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله. كنبغي نقول لكم الله يعاونكم ويوفقكم ويعطي لكل واحد على قد نيته ويعطي لكل واحد كل ما كيتمنى في قلبه، ونشوفكم ان شاء الله كلكم مزيانين و كنبغيكم وصافي. بحر شحال غزال انت وحشة البلاصة.